سلام، من لي كونفيتور العزاز عليا في الخضر هي باذنجان، لا طوماط والكابويا. باش تنجحوا في لا كونفيتور كاين حاجه ما تنساوهاش، لازم الخضره تكون يابسه جديده، لا طوماط لازم تكون تري فيرم، لوبرجين نقول لكم دو بريفيرونس ديروها كي تكون خرجت جديده، ما تكونش فيها الزريعه. اون توكا هادي في لي كونفيتور كامل. عندنا اول حاجه نحكموا لي 3 علما، تحطي فيها اون كوغ سوب نتاع لاشو نتاع الجير، نحكموا الباذنجان نقولها ونخلو لها الراس اللي من الفوق، تحطيها في لاشو يا مقطعه على 4 يا تخليها لك حبيبات صغار، خليهم كامله بصح لازم تشقيها على 4 باش الداخل يدخلها لو سيرو. نحكموا ندخلوها ساعه ونص، نشلوها ونفوروها ونديروا كيما توت كونفيتور، كيلا نتاع لوبرجين، كيلا سكر وكيلا تاع الماء. تحطي السكر والماء يغلي، نحطو له عصره تاع القارص، نخلو تحسبي 10 دقائق وتحطي الباذنجان وتخليه يطيب. نديرو له لافاني وعود نتاع القرفه، يعطي بنه شابه ودي كيما قلت لكم تقوليه تاع الكرموس. انا شقيتو على 4 ومن بعد كي تجي الديكوراسيون هنا حطيت فيه الجوز تاع الباكان. حاجه مهمه ما ننساهاش، كي تفوروه تخلوه يقطر على الاقل زوج سوايع، لازم ينزل كامل هذاك لابيكتين اللي فيه. الساعه باش نحطو ونطيبوه معجون. المرة هذه راني نهبط لكم تاني وصفات نتاع الباذنجان، نخليها لكم سوربريز بلا لحم.